أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. خلال هذه السلسلة سنستعد معا للامتحانات المحلية في مادة الرياضيات. أولا يجب أن نعرف هيكل امتحان مادة الرياضيات، يعني ما هي المحاور الرئيسية التي سنمتحن فيها. إذا أولا ستكون هناك أنشطة عددية، أنشطة عددية، ثم بعد ذلك بعد الأنشطة العددية هناك أنشطة القياس، ثم بعد أنشطة القياس هناك أنشطة أو الأنشطة الهندسية. أولا خلال الأنشطة العددية تكون هناك عندي عمليات الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، وتكون عندي هذه العمليات إما متفرقة كل عملية وحدها، أو يكون عندي هذه العمليات مجموعة في عملية مختلطة. إذا إما أنهم يعطوني عمليات متفرقة، واحدة للجمع والأخرى للضرب والأخرى للطرح والأخرى للقسمة، أو أنها تكون عندي عملية واحدة تجمع بين هذه العمليات كلها. وغالبا تكون هناك عمليات متنوعة، هناك مختلطة، هناك عملية ضرب، هناك عملية قسم. صيغة سؤال إما تكون ضع وأنجز أو أحسب. ثم في هذه الأنشطة العددية هناك الترتيب، هناك الترتيب، سؤال حول الترتيب، رتب تزايديا. ما معنى ترتب تزايديا؟ رتب تزايديا يعني من الأصغر إلى الأكبر، أو رتب تناقصيا يعني من الأصغر أو من الأكبر، تناقصيا من الأكبر إلى الأصغر. يكون عندي خلال هذه الأنشطة العددية كذلك الكسور، الكسور، جمع الكسور، كل ما يتعلق بالكسور، جمع الكسور، طرح الكسور، ضرب الكسور، قسمة الكسور، كل هذه العمليات يجب أن أضبطها جيدا. ثم بعد ذلك تكون عندي مسألة أستعمل فيها العمليات الأربع، يعني الجمع والطرح والضرب، إما أعداد صحيحة طبيعية، الأعداد تكون حول الأعداد الصحيحة الطبيعية، أو أعداد العشرية، أو الأعداد الكسرية، أو كل هذه الأشياء. إما أن المسألة تكون فيها أعداد صحيحة طبيعية أو أعداد عشرية أو أعداد كسرية، أو أن فيها أعداد صحيحة طبيعية، أعداد كسرية، وأعداد عشرية، إما أنها تكون مختلطة أو فيها نوع واحد أو نوعين، إما الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية أو كل هذه الأعداد. هذه المسألة نوضح فيها ما سبق، عمليات الأرباع، ثم الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد العشرية، الأعداد الكسرية كما قلنا. ثم نأتي إلى المحور الثاني وهو أنشطة القياس. خلال أنشطة القياس يطلب منك تحويل جمع ترتيب إلى آخره.
ترتيب وحدات القياس، يعني التحويل بين الوحدات، وحدات القياس المتعلقة بقياس كتل، قياس الأطوال، قياس الحجوم والساعات، قياس المساحات، قياس المساحات والمساحات الزراعية. أو الوحدات الزراعية، عفوا الوحدات الوحدات عفوا الوحدات الزراعية، الآر والسنتيار إلى غير ذلك. إذا هذه الوحدات يطلب مني تحويلها أو ترتيبها أو جمعها إلى آخره. ثم ستكون هناك مسألة أخرى، هذه المسألة ما وظيفتها؟ هذه المسألة لشيء واحد، وهو لاستعمال هذه المعطيات أو لاستعمال عفوا هذه الوحدات القياس. مسألة حول القياس، حول القياس، حول أنشطة القياس، يعني قياسات حول الكتلة، حول الحجم، حول الساعات، حول وحدات زراعية والمساحات إلى آخره. ثم في الأخير هو المحور الثالث، يكون عندي أنشطة هندسية، أنشطة هندسية. هذه الأنشطة تكون متمحورة حول ما درسناه خلال الدورة الأولى، يعني متوازي الأضلاع وما يتعلق به، رسم متوازي الأضلاع، استنتاج الأضلاع، قياسات الأضلاع، كذلك الزوايا إلى آخره. إما أنه يعطيك زاوية، يعطيك زاوية وقياس للضلعين، زاوية وقياس للضلعين، رسم لمتوازي الأضلاع بشكل عام، كذلك الدائرة، تكون هناك دائرة ويطلب منك رسم دائرة لها مركز وشعاع، لها مركز وشعاع. إذا هذا كل ما يتعلق بالامتحان ومحاور الامتحان خلال الدورة الأولى في الامتحانات المحلية. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.